خلينا دلوقتي ناخدكم ونستعرض معاكم جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر النهاردة. خلينا نبتدي معاكم في جولة من شارع رمسيس. احنا شايفين كثافات مرورية موجودة في الوقت الحالي مكملة معانا لغاية ميدان العباسية اللي احنا شايفين فيه كثافات بسيطة مرورية. هنفضل ماشيين وهنكمل لغاية تقاطع صلاح سالم، برضو هنلاقي فيه هناك كثافات مرورية بسيطة وغير مؤثرة، ونكمل بعدها ونوصل لكوبري الجلاء، هناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة معانا لغاية طريق العروبة. لو بصينا عند كوبري المطار هنلاقي فيه كثافة نسبية مش هتكون مؤثرة قوي وهتبتدي تختفي واحنا داخلين عند طريق المطار، وهتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام وجوه النفق للي جاي من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس القصة لو بصينا على المنيب واللي هياخد طريق الأوتوستراد والتجمع واللي هياخد الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي لمناطق الجيزة، وفي نفس الموضوع هنلاقي في مناطق التجمع الخامس وطريق اللي هياخد بقى التجمع الخامس ويروح عند البساتين وزهراء المعادي، كل ده برضو هنلاقي سيولة مرورية. لو بصينا بقى عند نفق الأزهر هنلاقي إن نفق الأزهر ابتدى يشهد تباطؤ في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم ولغاية ميدان الأوبرا والعكس، وبرضو هنلاقي كثافات ظهرت في أعلى كوبري أكتوبر للي جاي من مناطق رمسيس وغمرة ولغاية مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، وهنلاقي كمان كثافات متحركة في المسطح الأرضي لغاية ما بنوصل لرمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر لغاية ما بنوصل لشارع أحمد سعيد. خلينا نكمل جولتنا ونروح الجيزة، واحنا عارفين اللي جاي من اكتوبر ويستخدم الطريق الدائري احنا عارفين ان تم اغلاقه كليا بمنطقه القوس الغربي المريوطيه، وده مع غلق مطلع الدائري من طريق الاسكندريه الصحراوي للي جاي من الاسكندريه وفي اتجاه ميدان الرميه، واحنا عارفين ان ده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري وفي تحويل للحركه المروريه للطريق الدائري اللي جاي من طريق الواحات في اتجاه اعلى طريق الاسكندريه الصحراوي للي نازل لغايه نفق حازم حسن وهيتجه منه لطريق الإسكندرية الصحراوي. عندنا استخدام لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي، وكل دول بدايل عن الطريق الدائري للي جاي من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوي، وهيتم التحويل بالكامل لمطلع الطريق الدائري من اتجاه حازم حسن في اتجاه طريق الواحات، وده طبعا احنا عارفين ان التحويلات دي هتكون ادت لوجود كثافه مروريه اضافيه على محور 26 يوليو للي جاي من اكتوبر. عايزين ناخد بالنا برضو من غلق ميدان سفنكس بسبب انشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع احمد عرابي. الإدارة العامة للمرور في الجيزة أجرت مجموعة من التحويلات المرورية عشان تتفادى حجم الكثافات، وده طبعا أثر على شارع جامعة الدول العربية، هنلاقي إن ده سبب لنا بعض الكثافات. ولو بصينا بقى عند المحور المتجه لأكتوبر فيه هنلاقي سيولة مرورية وما عندناش فيه أي مشاكل. خلينا نكمل جولتنا ونروح لشارع الهرم. احنا شايفين ان شارع الهرم فيه كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة ممكن توصل ل 500 متر، احنا عارفين الكلام ده بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع والكثافات هتزيد مع ساعات الذروة، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي احنا شايفين فيه تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش وكمان مذكور والطلبية، وده بسبب انشاء 5 محطات مترو انفاق والزام سائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة. احنا طبعا شايفين كمان ان في عندنا كثافات مرورية ظهرت في منطقة مشعل وكثافات من عند شارع العشرين مكملة معانا لغاية الطلبية وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية العشرين، وعندنا كثافات تانية ممكن توصل معانا لغاية شارع السودان ولغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة وميدان النهضة لغاية ما بنوصل لمناطق بولاء ومبابة. لو بصينا بقى على محور صفة اللبن هنلاقي فيه كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة، ومحور صفة اللبن هتظهر عليه كمان كثافات للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان، وهنلاقي الكثافات دي متحركة، بيفضل ان احنا نتوجه لشارع احمد عرابي، ونفس القصة في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.
هنلاقي كمان كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، ومحور عرابي زي ما احنا شايفين في بعض الكثافات المتوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وهنلاقي كثافات تانية في محيط أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. أنا عمالة أقول كثافات كتير، ولكن احنا مش أكتر من اللي بيحصل كل يوم، ده المتوقع في هذه المرحلة إلى أن يتم الانتهاء من الإصلاحات والتحويلات اللي موجودة. خلينا نروح لمحافظة أسيوط ونتابع فيها جولتنا اللي هنبتديها من قدام مستشفى الجامعة. احنا شايفين من عند مستشفى الجامعة سيولة مرورية هتكمل معانا لغاية جامعة أسيوط، ولما بنوصل هنلاقي كثافات مرورية هتبتدي تظهر وهتكمل معانا لغاية شارع المعلمين، وهتقل تدريجي لغاية ما بنوصل للطريق الدائري في المحافظة. لو هنبص بقى على الطرق الخارجية فهنشوف طريق أسيوط الغربي، احنا شايفين فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط برضو فيه سيولة مرورية، جوه البلد معقول جدا، والمحاور الخارجية ممتازة وما فيهاش أي كثافات مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح الإسماعيلية وتحديدا من ميدان أحمد جويلي، وهناك هنشوف مع بعض إيه اللي هيحصل. احنا شايفين قدامنا بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة على الإطلاق. هنكمل ونروح شارع أم كلثوم اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية متحركة لغاية ما بنوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق، برضو احنا مش شايفين فيه أي مشاكل وفي سيولة مرورية كبيرة جدا. خلينا نبص من عند مبدأ أو من عند مبنى الديوان العام للمحافظة، هناخد طريق عثمان أحمد عثمان وهنكمل هناك ونوصل مع بعض لغاية بداية شارع 6. هناك كل ده في سيولة مرورية وما عندناش أي مشاكل، بعض الكثافات المرورية المتحركة هتبتدي تظهر وتختفي لغاية ما بنوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض، وبعده نروح لأحمد أبو زيد أو طريق أحمد أبو زيد، هناك في سيولة مرورية هتكمل معانا لغاية طريق الإسماعيلية الزراعي زي ما احنا شايفين، ولغاية المنطقة الصناعية هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية المتحركة الغير مؤثرة أبدا على الإطلاق. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم جولة مرورية سريعة في مختلف الأماكن والمحافظات. خلينا نرجع على طول لجمانة وشازلي ونبتدي معاهم حلقتنا وأخبارنا. اتفضل يا شازلي واتفضل يا جمانة. شكرا جزيلا.